الإبراهيمي يعلن فشل الأطراف الدولية في الاتفاق على موعد لمؤتمر جنيف وجدل حول مشاركة إيران. الحوار الوطني معلق في تونس، والمرزوقي يؤكد قدرة التونسيين على إرساء دولة ديمقراطية. على وقع أعمال العنف، مجلس النواب العراقي يقر قانون الانتخابات التشريعية وترحيب أمريكي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار من قناة المجد، أهلا بكم. أعلن الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أن المحادثات التي جرت في جنيف مع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة فشلت في تحديد موعد لمؤتمر جنيف الثاني بشأن السلام في سوريا. وأوضح أن اجتماعا ثانيا سيعقد في 25 من الشهر الجاري لبحث هذا الأمر. ويأتي هذا الإخفاق فيما يستمر الجدل بشأن إمكانية مشاركة إيران في المؤتمر. كنا نأمل أن نعلن اليوم موعد عقد مؤتمر جنيف الثاني بشأن السلام في سوريا، إلا أن هذا لم يحدث للأسف، لكننا نأمل في التوصل إلى اتفاق لعقد المؤتمر قبل نهاية العام الحالي، خاصة وأن هناك عملا مكثفا قد أنجز، ويجب أن يعقد المؤتمر من دون شروط مسبقة. وينضم إلينا عبر الهاتف من كندا الدكتور هشام مروى، عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري المعارض، عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري. دكتور هشام، بعد التحية، الأخضر الإبراهيمي الموفد الأممي العربي إلى سوريا أعلن أن المحادثات التي جرت اليوم في جنيف مع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة فشلت في تحديد موعد لمؤتمر جنيف الثاني، يعني كيف ترون ذلك؟ السلام عليكم وعلى الإخوة. وعليكم السلام. يعني واقع الأمر، فشل الروس في إقناع حليفهم الأسد وحلفائه الأساسيين كإيران وغيرهم من اللاعبين الإقليميين في المنطقة هو وراء فشل تحديد موعد لعقد مؤتمر جنيف. كما تعلمون، المعارضة رتبت أوراقها، حسمت خياراتها، أعدت وثائقها، أعدت ما تريد، قالت نريد تطبيق كيان جنيف واحد، وبالتحديد نريد وقف القتل، نريد فتح المعابر، نريد أن نتمسك بثابتة نقل السلطة كما أشار الأستاذ رئيس الائتلاف. يعني هذه المسائل يبدو أنها لم تروق للجانب الروسي. أيضا بشار الأسد من أقل من أسبوعين قال أنه يتوقع أن يفشل هذا المؤتمر، لذلك إفشال هذا المؤتمر كان بالنسبة لنا متوقعا، لأن بشار الأسد وحلفائه غير جادين حقيقة في إيجاد حل سياسي الأزمة. كل محاولاتهم، كل ما كانوا يقولون سابقا عن رغبة بعقد مؤتمر جنيف لم تكن إلا دعاوى أثبتتها الحقيقة هم وراء إفشال هذا المؤتمر، لأنهم لا يريدون إلا كسب الوقت والمزيد من الوقت من أجل أن يقمعوا ثورة هذا الشعب المظلوم في سوريا. نعم، لكن برأيكم دكتور هشام، يعني ما هو السبيل لإنهاء تلك الأزمة في ظل إصرار المعارضة على خروج الأسد من المشهد في الوقت الذي ما زال يتمسك هو بالسلطة مستقيا بموسكو وطهران؟ يعني الحقيقة، أولا عندما يتمسك بشار الأسد بالسلطة هذا يعني أنه يضرب بمقررات بيان جنيف واحد عرض الحائط، وبالتالي يتعامل مع جنيف اثنين بشكل من أشكال السخرية والاستهزاء. بهذا الموقف على المجتمع الدولي إذا فشل أن يتخذ قرار عبر مجلس الأمن أن يتجه للجمعية العامة المتحدة. أشار كيري في أكثر من تعليق، وسبق أن قدمت مذكرات قانونية من القوى المعارضة تطالب بتشكيل اتحاد من أجل السلام، كالذي حدث في البوسنة والهرسك، كالذي حدث في كوسوفو، كالذي حدث في كوريا، يكون في تحرك للأمم المتحدة، الجمعية العامة المتحدة، لاتحاد يشكل من أجل فرض السلم في المنطقة من خارج مجلس الأمن. وعندها يعني الحقيقة تجد عندها، أنا متأكد أن بشار الأسد وحلفائه سيستجيبون للضغوط السياسية وسيتجهون باتجاه مفاوضات تحقق مصالح الشعب السوري والوطن والمجتمع الدولي، وبذلك قياسا على ما جرى في الضرب الكيماوي. نعم، أخيرا دكتور هشام، يعني هناك جدل حاد بشأن إمكانية مشاركة إيران في مؤتمر جنيف الثاني، يعني ماذا عن رؤية المعارضة حول مشاركة إيران؟ يعني أيضا يأتي دعوة إيران إلى المشاركة في هذا المؤتمر
في سياق عدم جدية سوريا وحلفائها، نظام السوري وحلفائه في إيجاد حل سياسي للأزمة. ما الفائدة من دعوة شخص غير مقبول من أحد أطراف لحل نزاع بين طرفين؟ أيضا لافروف يعني سخريته لم تصل إلى هذه المسألة، كان يدعو من فترة إندونيسيا ومن فترة دعا اليابان، يريد لمؤتمر جنيف أن يكون فقط كرنفالا دوليا يعطي رسالة العالم أن هناك جهودا دوليا لحل الأزمة وليس هناك جهود جدية لحلها. نعم دكتور هشام مروى عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري المعارض، عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، كنت معنا من كندا، شكرا جزيلا لك. قال مراسل المجد في سوريا إن نحو 40 شخصا قتلوا في أعمال عنف واشتباكات في دمشق وحمص وعدد من المدن الأخرى. في غضون ذلك أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات الأسد قصفت بشكل مكثف مدينة دارية في الريف الغربي من دمشق بقذائف الهاون والصواريخ، كما قصفت قوات الأسد مناطق دوما واليرموك وبرزة والقابون والقدم في العاصمة دمشق، في حين اندلعت اشتباكات ضارية بين الجيش الحر وقوات النظام في الأسواق المحيطة للمسجد الأموي بحلب استخدمت فيها قوات النظام الدبابات وقذائف الهاون. في الأثناء كثفت قوات الأسد ومقاتلو حزب الله اللبناني من استعدادهم لخوض معركة القلمون التي وصفت بأنها الأهم والأخطر في الصراع السوري. الحديث عما بات يعرف بمعركة جبال القلمون عاد ليحتل صدارة المشهد الأمني والسياسي مع تواتر أنباء عن تكثيف الجيش السوري المدعوم بمقاتلي حزب الله اللبناني من استعداداته للسيطرة على المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين دمشق وحدود لبنان. المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن الطيران الحربي شن غارات جوية مكثفة على تلك المنطقة وأطلق صاروخين سكود في الساعات الأولى من الصباح في محاولة لمحاصرة معاقل المعارضة في جنوب دمشق والريف المحاذي لها، لكن الثوار تمكنوا من السيطرة على إحدى قمم جبل الشيخ قرب الحدود مع لبنان وقتلوا عددا كبيرا من قوات النظام في معركة دارت في بلدة عرنة التي ترتفع أكثر من 2000 متر فوق سطح البحر، وذلك وفقا لتنسيقيات الثورة. وتزامنا مع ذلك أشار المرصد السوري إلى قيام حزب الله اللبناني بحشد أكثر من 30,000 مقاتل تمهيدا للمشاركة في المعركة المتوقع انطلاقها بشكل شامل خلال أيام قليلة، وتكتسب هذه المعركة أهمية كبرى في حسم الصراع السوري، حتى إن البعض ذهب إلى اعتبارها أهم من معركة القصير التي ساهمت في تبديل المعادلات على أرض الواقع إلى حد بعيد. على تخوم دمشق تدور معركة أخرى ليست أقل أهمية، حيث نقلت مصادر في المعارضة أن النظام السوري بمساعدة لواء أبو الفضل العباس وميليشيا حزب الله اللبناني بدأ هجوما شاملا بريا وجويا على بلدتي الحجيرة والسبينة في دمشق الجنوبية، في حين حذر ناشطون من أن تلك المنطقة باتت قاب قوسين من عملية تشبه الإبادة الجماعية. وبينما يتواصل القصف على دمشق وضواحيها وريفها، استمر الحال على ما هو عليه في حلب شمالا، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والنظامي في حي بني زيد عقب محاولة الجيش النظامي اقتحام المنطقة وسط قصف مدفعي استهدف حي بني زيد وحي الأشرفية في حلب. وفي مقابل ذلك تحدث الجيش السوري الحر عن تقدم حققه مقاتلوه على قوات النظام في مناطق بحلب ودرعا، وأكد استعادة أحد شوارع حلب الرئيسية من تنظيم مرتبط بالقاعدة بعد معارك استمرت عدة أيام.
أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ثقته في قدرة بلاده على تجاوز الأزمة الحالية المتمثلة في تعليق الحوار الوطني إثر عدم التوافق على رئيس وزراء جديد. وعقب محادثته في باريس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوندا، قال المرزوقي إن تونس قادرة على إرساء دولة ديمقراطية شفافة وغير فاسدة، مجددا عزم التونسيين على النهوض بالعملية الديمقراطية مهما كانت الصعوبات الحالية. وشدد المرزوقي على أن تونس ستعبر هذه المرحلة الصعبة التي تشمل من جانب منها محاربة الإرهاب. إلى أجل غير مسمى أعلن في تونس عن تعليق الحوار الوطني بين الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب النهضة من جهة وأحزاب المعارضة من جهة أخرى. التعليق الذي جاء بمثابة الصدمة للشارع التونسي جاء إثر فشل الجانبين في التوافق على شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة انتقالية خلفا لحكومة علي العريض. الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقوم بدور الوساطة في المحادثات قال إن الجانبين لم يتمكنا من الوصول إلى إجماع على اسم رئيس الوزراء، وإن الحوار علق لحين إيجاد أرضية صلبة للمفاوضات. مفاوضات الساعات الأخيرة شهدت تمسك كل طرف بمرشحه للحكومة الجديدة، فالائتلاف الحاكم اعتبر أن مرشحه أحمد المستيري هو أكفأ الأسماء المطروحة لقيادة هذه المرحلة، مشيرا إلى أن المعارضة لم تقدم سببا معقولا لرفضه. المعارضة من جهتها ردت على موقف النهضة وشركائها بالقول إن تحفظها على المستيري الشخصية المرموقة في الحياة السياسية التونسية والبالغ من العمر 88 عاما يرجع لكبر سنه الذي لن يتيح له القيام بأعباء المرحلة الانتقالية، وطرحت في المقابل شخصية سياسية أخرى هي محمد الناصر البالغ من العمر 79 عاما. وبعد تعنت كل طرف وتمسكه بمرشحه اقترحت المعارضة أسماء أخرى من أبرزها وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل الرئيس المنصف المرزوقي، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن حركة النهضة رفضت التفاوض على المستيري. علق الحوار في تونس وعاد الجميع إلى المربع الأول، ما دعا مراقبين إلى القول إنه ما لم يقدم الطرفان تنازلات لتدارك الموقف وإعلاء المصلحة الوطنية، فإن الأزمة التي تشهدها البلاد منذ اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سوف تستمر إلى حين. أعرب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ترحيب بلاده بتمرير مجلس النواب العراقي لقانون الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا أن توافق القوى السياسية العراقية حول هذا القانون دليل على قوة المؤسسات الديمقراطية في العراق. كان مجلس النواب العراقي قد أقر عبر تصويت عام القانون الانتخابي الذي ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية التي حدد موعدها في 30 من أبريل من عام 2014، وينهي هذا التصويت أسابيع عدة من النقاشات المحتدمة حول هذا القانون تركزت على عدد المقاعد وطريقة الانتخاب المقبلة. على الصعيد الأمني قتل 8 أشخاص أغلبهم من قوات الأمن في سلسلة هجمات بمناطق بالبلاد، وبحسب مصادر أمنية قتل 4 من قوات الأمن في 3 هجمات بمدينة الموصل شمالي العراق، بينما قتل شخصان في انفجار بمدينة بعقوبة شمالي بغداد. وفي كركوك قتل مدني وأصيب 5 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة، في حين قتل أحد أفراد الشرطة بإطلاق نار من مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مراسلنا يونس الشمري. يونس، البرلمان العراقي أقر قانون الانتخابات الذي ستجرى على أساسه في 30 من أبريل المقبل، يعني ما هي ردود أفعال القوى السياسية في ظل حصول الأكراد على 3 مقاعد جديدة؟ يعني دولة القانون تحديدا أعربت أنها يعني مررت القانون على مضض في هذا الخصوص، باعتبار أن الأكراد حصلوا على
ثلاث مقاعد، وهو عدد يعد كبير قياسا بما حصلت عليه المحافظات الأخرى 15 في باقي العراق. كما هو معروف رامي، الجلسة هذا اليوم مررت القانون بموافقة الأغلبية من نواب البرلمان. البرلمان المقبل سيصبح تعداد أعضائه 328، 320 ستوزع على المحافظات بحسب استحقاقها الإداري، وثمانية ستكون، ثلاثة منها ستذهب إلى الأفراد، وأيضا ستكون من ضمن الثمانية حصة الكوتا التي يشمل أو تشمل فيها الأقليات في العراق عموما. هنالك طبعا كانت يعني بعض المحافظات أبدت يعني ارتياحها من ما حصلت عليه من مكاسب في هذا القانون، خصوصا محافظة ديالى، على اعتبار أن القانون أو التوزيع السابق للمقاعد يعني لا يحقق عدالة في بالنسبة للجوانب الإدارية لهذه المحافظات، كون أن العراق يمر بانتخابات يعني متواصلة منذ الاحتلال، ولا يوجد هنالك تعداد سكاني يتم على أثره حساب المقاعد. لكن يونس، هل هناك اعتراضات من محافظات أخرى؟ يعني لم تبدي المحافظات حتى الآن اعتراضات رسمية، لكن الكتل السياسية في البرلمان العراقي مثل ما تحدثت دولة القانون كانت تتحدث عن يعني أنها مررت القانون رغما عنها، على اعتبار أنها كانت تتعارض ومع الأكراد في قضية احتساب مزيد من المقاعد لإقليم كردستان في هذا المنطقة. نعم يونس، يعني لو انتقلنا للمشهد الأمني، ضعنا في صورة هذا المشهد وآخر محصلة لضحايا التفجيرات التي وقعت اليوم في مناطق متفرقة بالبلاد. يعني عدد القتلى تجاوز 15 قتيل في مجمل ما حدث هذا اليوم. العاصمة بغداد سجلت آخر انفجار مساء هذا اليوم في منطقة حي الجهاد غرب العاصمة، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح بعبوة ناسفة. أيضا كان هنالك هجوم مسلح بأسلحة كاتمة في ناحية الرشيد جنوب العاصمة بغداد، أسفر عن مقتل عنصر من الصحوة وإصابة آخر بجروح. نعم يونس الشمري مراسل المجد في العراق، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ظريف يتوقع التوصل لاتفاق مع الغرب حول البرنامج النووي الأسبوع الجاري. أهلا بكم من جديد. وكما جاء في التنويه، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني خلال هذا الأسبوع. وقبل يومين من مباحثات ستجمع بين الدول الكبرى وإيران الخميس المقبل في جنيف، طالب ظريف من باريس بضرورة توافر إرادة سياسية من كل الأطراف المعنية بالملف النووي، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك بعض الصعوبات المطلوب تجاوزها في المرحلة المقبلة من المحادثات. أعلن وزير الموارد المائية الإثيوبي أن الاعتراضات المصرية تحول دون تشكيل لجنة مكلفة بتطبيق توصيات خبراء حول مشروع سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق والذي ترفضه القاهرة. ويأتي هذا التصريح عقب فشل مباحثات دول حوض النيل في الخرطوم في التوصل إلى اتفاق إطاري لإعادة تقسيم مياه النهر بطريقة ترضي دول المنبع والمصب. ورفضت مصر والسودان اتجاه دول المنبع لتوقيع الاتفاق منفردة، وقدمت فكرة إعلان مفوضية لحوض النيل مع استمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب
والتي تتمثل في الأمن المائي والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل. أعلنت لجنة التحقيق الفلسطينية في قضية وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أعلنت أنها تسلمت تقرير معهد لوزان السويسري في قضية وفاة عرفات دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل. يأتي ذلك بعد 3 أيام من تسلم اللجنة نفسها تقرير الوكالة الفيدرالية الروسية للتحاليل البيولوجية عن وفاة عرفات الذي يشك كثير من الفلسطينيين في أن إسرائيل قامت بتسميمه. وأفادت مصادر فلسطينية بأنه سيتم دراسة تقارير الطرفين لاستخلاص النتائج وإعلام الشعب الفلسطيني بها حال الانتهاء من دراستها ومعرفة مضمونها العلمي. استشهد فجر اليوم الأسير حسن الترابي في سجون الاحتلال داخل مستشفى العفولة نتيجة الإهمال الطبي عقب إصابته بمرض السرطان. من جانبها أعلنت حكومة حماس في غزة استنكارها لتلك الواقعة، ودعت الرئيس محمود عباس إلى وقف المفاوضات مع حكومة الاحتلال وتفعيل المحاكم الدولية والسعي نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه في حق الشعب الفلسطيني. كما دعا وزير الأسرى في حكومة حماس عطالله أبو السبح إلى ضرورة خطف جنود صهاينة لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. باريس تعزز انتشار قواتها شمالي مالي على خلفية مقتل صحفيين فرنسيين. أهلا بكم مجددا. أعلنت باكستان عن إجراء تجربة صاروخية ناجحة لصاروخ باليستي قصير المدى من نوع حتف 9، وأوضح مصدر عسكري أن الصاروخ قادر على ضرب أهداف برية على مدى 60 كيلومترا بدقة عالية، كما أنه قادر أيضا على حمل جميع أنواع الرؤوس النووية، مشيرا إلى أن عملية إطلاق الصاروخ تمت بحضور رئيس أركان الجيش أشفق برويز كياني، غير أن المصدر لم يكشف النقاب عن موقع إطلاق الصاروخ. نجحت القوات الأفغانية في فرض سيطرتها الأمنية في البلاد منذ توليها زمام المسؤولية الأمنية في شهر يونيو الماضي، غير أن التحدي ما زال قائما أمام تلك القوات في ظل استمرار عمليات حركة طالبان. المكان العاصمة الأفغانية كابول. الزمان كان في شهر يونيو الماضي حينما خرج الرئيس الأفغاني حامد كرزاي معلنا تولي القوات الأفغانية مسؤولية السيطرة الأمنية على مجمل مناطق البلاد لتنسحب القوات الأجنبية شيئا فشيئا. وبعد أشهر من تولي القوات الأفغانية المسؤولية الأمنية، تؤكد السلطات الأمنية أن الأمور تسير بشكل جيد، فالمتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي أكد أن القوات الأفغانية نجحت في فرض سيطرتها الأمنية رغم هجمات طالبان المتكررة والخسائر التي تكبدتها قواته، مشيرا إلى أن التحدي ما زال قائما خلال المرحلة المقبلة. بالفعل حققنا الكثير من الأهداف، تمكنا من نقل كثير من الأفغان من المناطق المضربة إلى مناطق أخرى حتى يتسنى لنا مواجهة طالبان بشكل جيد. بطبيعة الحال التحدي ما زال موجودا. حلف الأطلسي من جانبه يرى أن أداء القوات الأفغانية جيد، متوقعا تحسن الأداء الأمني في الفترة المقبلة وتأثيره بشكل إيجابي على الأوضاع السياسية. قوات الأمن الأفغانية صامدة في مواقعها خلال الفترة الماضية، وأعتقد أنه في نهاية العام سيكون أداؤها أفضل، وهذا سيبعث بالطمأنينة للشعب الأفغاني وسيتيح له فرصة جيدة لبناء مستقبله. تفاؤل بدا واضحا أيضا من جانب المواطن الأفغاني تجاه تولي القوات المحلية المهام الأمنية رغم هجمات طالبان المتكررة. نشعر بالطمأنينة حتى لو ترك الأجانب أفغانستان، قوات الأمن الأفغانية لديها القدرة على تحمل المسؤولية الأمنية وبناء البلاد.
وتأتي تلك التطورات في أفغانستان في صالح خطة الانسحاب الأجنبي الكامل، فالقوات الأجنبية المتواجدة الآن في أفغانستان وتقدر بمئة ألف عسكري، من المقرر أن تغادر البلاد نهاية العام 2014 منهية احتلالا دام سنوات بحجة محاربة الإرهاب. أعلنت السلطات في مالي توقيف 35 شخصا على الأقل على خلفية مقتل صحفيين فرنسيين في مدينة كيدال شمال شرق البلاد السبت الماضي. في الأثناء أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن تعليمات قد صدرت بتوجه 150 عسكريا من جنوب مالي إلى مدينة كيدال للانضمام إلى 200 جندي فرنسي منتشرين في مطار كيدال. وشدد فابيوس على أن تعزيز القوات العسكرية الفرنسية في كيدال لن يغير الجدول الزمني العام لسحب قواتها بعد الانتخابات التشريعية في مالي والمقررة في نوفمبر من عام 2014. أعلنت حركة 23 من مارس المتمردة في شرق الكونغو أنها ستنهي تمردها بعد أكثر من عام ونصف العام من القتال ضد الحكومة الكونغولية. وقال زعيم الحركة برتراند بيسموا إن الحركة ستسعى إلى تسوية مطالبها عبر الوسائل السياسية فقط. ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان الجيش الكونغولي انتصاره على المتمردين بعد استيلائه على آخر موقعين كانت حركة 23 من مارس تسيطر عليهما. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن القلق الأوروبي بشأن التنصت الإلكتروني من جانب وكالة الأمن القومي الأمريكي يجب ألا يلقي بظلاله على محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وعقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكوريسكي في وارسو، أضاف كيري أن الأوروبيين وغيرهم لديهم تساؤلات مشروعة إزاء تلك القضية، وأنه سوف تتم الإجابة عنها عبر مباحثات دبلوماسية مغلقة. هذا ومن المقرر أن يبدأ مفاوضون من الولايات المتحدة وأوروبا أسبوعا من المحادثات في بروكسل يوم 11 من الشهر الجاري في محاولة لإبرام ما سيكون أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم. في نبأ الأخير، عقدت تركيا والاتحاد الأوروبي مباحثات في بروكسل تركزت على كيفية تسريع المفاوضات المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وعقب المباحثات أعرب الوزير التركي للشؤون الأوروبية إيجي باجيش أعرب عن ارتياحه من نتائج المباحثات، مشيرا إلى أن أنقرة مستعدة للانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن الاتحاد بحاجة لتركيا بقدر ما هي بحاجة إليها على حد تعبيرها. في ختام نشرتنا هذه إلى حضراتكم أهم ما ورد بها من عناوين: الإبراهيمي يعلن فشل الأطراف الدولية في الاتفاق على موعد لمؤتمر جنيف وجدل حول مشاركة إيران. الحوار الوطني معلق في تونس، والمرزوق يؤكد قدرة التونسيين على إرساء دولة ديمقراطية. على وقع أعمال العنف، مجلس النواب العراقي يقر قانون الانتخابات التشريعية وترحيب أمريكي. من قناة المجد قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، من الجميع لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.